بشكل خاص كمان عن السوبر الاسباني اللي كان امبارح، كان الكلاسيكو العالمي ما بين برشلونه وريال مدريد في السوبر الاسباني، وكيف فاز كتيبه تشافي بهذه البطوله، وهي البطوله الاولى لتشافي مع برشلونه باداء اكثر من رائع ونتيجه ثقيله جدا، نتيجه 3-1 على فريق ريال مدريد. الحقيقه برشلونه بيقدم طبعا جافي اللعيب الشاب الحاصل على افضل لاعب في هذه المباراه، وزي ما حضراتكم شايفين في الصوره حزن شديد جدا جدا من مودريتش طبعا لاعب ريال مدريد، وكتيبه تشافي بتقول بشكل او باخر ان برشلونه عائد وعائد بقوه على مستوى المحلي، برشلونه متصدر الدوري الاسباني، وعلى مستوى الديربي طبعا المنافس العنيد وريال مدريد، والهزيمة 3-1 أمام برشلونة.